وجودي بفاينل توب شيف حلم كبير، كان عندي الطموح والشغف اني انا اوصل لهي المرحله. هذا هو توب شيف، المقال الاقوى اللي يعرف يلعبها صح. عدينا 12 اسبوع في مطبخ توب شيف، ودعت مطبخ توب شيف واحساسي يسر خايب. فما ذكريات وفما حاجات قويه برشا. رح اشتاق لكلمه توب شيف، رح اشتاق للركضه على المخزن بسرعه مش طبيعيه. تذكر شي مره جيت بهالرواق لهون هيك، لك هالشعور شو حلو، جد شو هالاحساس الغريب. رح اشتاق لمطبخ توب شيف، للسكينه بالوجه، للطاولات، للالوان، لريحه المطبخ، لك هالشعور شو حلو هيك. رح اشتاق لتوب شيف بحد ذاته. 4 3 2 1 توب شيف. لك مالا صدفة، صدفة غريبة. أنا هون بحالي، جعد منير سليم وعلي. شو هاد؟ شو هيدا رسمتها قريج مكاتبة أسامينا كلنا، بس لك كيف مساقبة هلا منير وسليم وعلي مع بعض. نستقبلوا هالمطبخ.